احمد نادر حواش لاعب منتخب مصر الشباب، يعني اكيد حزين النهارده بعد الهزيمه من المنتخب النيجيري، حابب تقول ايه يا كابتن؟ الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، معلش ربنا عايز كده اكيد. الحمد لله خلاص، ما فيش امل تاني غير ماتش واحد بس، حياه او موت. هو ده على اي كان بقى الماتش ده ايه باذن الله. شايف الماتش الجاي بالنسبه لكم شايف ازاي الماتش؟ خلاص اخر خطوه، مفيش تاني ان شاء الله، باذن الله هنصحى ان شاء الله. تقول ايه للجماهير المصريه النهارده؟ اكيد زعلانين، اكيد ده مش اداء مرضي، بس باذن الله بدايتنا من الماتش الجاي ان شاء الله، باذن الله بدايه الماتش الجاي باذن الله. ده الصعود، عارف ان ده مش طموحنا وده مش مركزنا الطبيعي بتاعنا، بس الحمد لله ان شاء الله هنصعد باذن الله. اشكرك جدا.